حضراتكم عارفين أهمية المبادرات الصحية أو المبادرات الرئاسية للكشف المبكر، الكشف المبكر عن فيروس سي، قوائم الانتظار، 100 مليون صحة، صحة المرأة. الحقيقة أن هي يعني مبادرات عديدة وهامة جدا، واستمرارا لهذه الجهود الحكومية لتحسين الخدمات الطبية والمناخ العام والحياة العامة للمصريين، في مبادرة الرئيس السيسي جديدة للكشف المبكر عن ضعاف السمع بين المواليد الجدد، تبدأ أول سبتمبر المقبل، وبتستهدف تقريبا 206 مليون طفل بيولدوا سنويا من خلال فحص السمع بشكل روتيني وإجباري لحديثي الولادة. ده بيسهل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة الهامة جدا. معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد مصطفى، عميد معهد السمع والكلام ورئيس لجنة المبادرة الرئاسية، هيبقى معانا مرة تانية. طيب خلوني أقول لحضراتكم إن المبادرة بتلزم أولياء الأمور بالكشف بإجراء مقياس السمع لأطفالهم بعد الميلاد مباشرة، ده غير توعية الأسر المصرية بأهمية الاكتشاف المبكر لطفل المصاب بضعف السمع وشكل التعامل مع جهاز القوقعة للحالات اللي تمت ليها زراعة بالفعل أو زراعة القوقعة.